مبسوط بالكره في مصر؟ متفائل؟ طيب انا متفائل. متفائل يعني انا متفائل. هتكلم بقى بصفتي لعيب ومدرب ومحلل عظيم، واشتغلت مثلا مدير فني لاتحاد الكره، مرنت المنتخب، الحاجات دي كلها. اسعد وقت بتمر بيه الرياضه في تاريخها هو الوقت اللي احنا فيه، فاحنا لازم نساعد الناس ان احنا نفضل ماشيين وطالعين. هي. يعني مش كل كاس عالم انت عايز هتاخده او هتخش توصل كاس عالم، في دول تانية عندها طموحات زيك. صحيح. فلازم انت برضك مش بتدي فرصه، لا لو جالك ما فيش نصيب خلاص انت تجهز نفسك للفتره اللي جايه. مظبوط. ان انت تقف على رجلك بشكل مثل في الطموح وفي البلد كل حاجه. احنا كنا زمان يا كريم مرينا في حياتنا واحنا لعيبه كوره واسامي كبيره، يعني نتكلم عن حسن شحات او الخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس اكرامي، لعيبه كتير يعني، لعيبه موجوده كتير يعني، لو انا نسيت اسمه ولا حاجه ما حدش يزعل مني. كنت عشان تسافر سفريه مثلا هروح نلعب في ليجوس، تنزل في كينيا او اثيوبيا، تقعد في المطار 7-8 ساعات 10 ساعات لغايه ما الطياره اللي جايه من اوروبا تاخدك توديك في رحله طويله تانيه لليجوس. عايز تسافر جنوب افريقيا، المهم الحاجات دي كلها كانت بتهمدك، بتطير منك يوم ما نمتش فيه ويوم ما اتدربتش فيه، ودولت في المعدل الذهني والبدني ياثروا على مستوى الاداء. دلوقتي الطياره خاصه تبقى واصل هناك وخلصت. دلوقتي الطياره خاصه ممكن تاخد حد من صحابك، ممكن يعني وتاخد طباخ وتاخد تفاصيل أكلك وكل حاجه. تصور بقى احنا الحاجات دي احنا ما شفناهاش. ما شفناش مثلا. كان عندنا وزراء محترمين كان بيقابلونا في المطار، لكن هي دي الحدود بتاعته المطار. لكن دلوقتي فرصه لكل اللعيبه ان انت بتاخد طباخ النادي او طباخ المنتخب والاكل اللي انت عايزه واللحمه اللي انت عايزها وبتاخد دعم الدوله بالكامل كمان. وبعدين الدوله بتقوم موجهه كل ده لحته ان هي تدعم ليك وهي في ظهرك وهي سندك. صحيح. الحاجات دي احنا كنا خارجين من حرب 73 وانت بتلعب بطوله افريقيه في مصر وما عرفتش تاخدها. يعني 74 كانت البطوله الافريقيه في مصر ما عرفناش ناخدها، طلعنا الثالث. ليه ما عرفناش ناخدها؟ ان احنا ما عندناش الرؤيه المستقبليه لاي حاجه، يعني لازم يبقى في بلان معمول ان انت تشتغل للمستقبل. دلوقتي يا دوبك بقى يعني نرتقي المستوى ان انت تفكر ان المستقبل شكله عامل ازاي. بدأنا نفكر الأولاد الأجبال دولت هيعملوا إيه؟ بدأنا نعمل مشروعات، حتى لو في البداية المشروعات ما بتنجحش، أنت لازم تفضل شغال فيها لغاية ما تنجح وتوصل. ما تبقاش أنت واخد الموضوع إن أنت هتنجح من أول سنة أو من تاني سنة، أنت بتتكلم مثلا في 20-30 ألف ولد صغير عايزين يتأهلوا يبقى لعيبة في أندية ولعيبة في المنتخب. مظبوط. فأنت لازم تأهله إن هو عايز زي اللعيب الكبير. الكلام بقى زي اللي احنا كنا بنقول زمان لازم يشقى ولازم مش عارف ايه ويجيبها من التراب ويجيب الكلام، لا الكلام ده ما ينفعش. دلوقتي الكوره دلوقتي كله بيسفر ولاده ويروحوا بره. اول يعني انا ما كنا في لايبزيج، اول ما رحنا المانيا كان بيعلمونا ازاي نتعامل مع الولاد الصغيرين. الولاد الصغيرين دول هم اللي بيقول لك انت عايز صبر اتعلم مع الولد الصغير، ان ده هيضايقك شويه، مش نفس صح. الفكر مش نفس المستوى، الولد متوتر انت غريب عليه ما بتتكلمش نفس اللغه بتاعته، صفر وما بتتكلمش نفس اللغه، فهو بيعلمك الصبر مش انت اللي بتعلمه الصبر. صح. حلو. يعني وتفيد المدرب جدا طبعا، وتفتح لك بقى الخط ان انت تبتدي تشتغل. عظيم. فانا شايف ان احنا عايشين عصر كويس في الرياضه. لكن احنا عايزين برضك دايما يقول لك المزيد. عايزين المزيد. الرياضه هي دلوقتي بقى شعار كل الشعوب. انت كل بلد دلوقتي العالم بتاعها موجود، يعني طبعا الصوره بتاعتك كلاعب وكمحترف وكاسم كبير هتلاقي في المدرج العالم بتاع بلدك. دي بتبقى لقطه عظيمه. طيب انت يعني بتبقى لقطه عظيمه. فاحنا مش بنفكر في الحاجات دي، احنا لو بنفكر في الحاجات دي هتلاقي الدنيا. يعني ما انت كل حاجه لو بتتكلم مثلا على ان مثلا البلد فيها الناحيه الاقتصاديه غلو شويه، ما كل العالم فيه غلو. لا الواحد لازم يبقى منطقي ومش رغي. هو دي حقيقه لازم تقول البلد فيها مش احنا، ما في بلاد جنبينا وكانوا في فترات احسن مننا وغنى مش لاقيين ياكلوا. يعني انت شايف الظروف دلوقتي. فانا شايف ان احنا لازم نستثمر ده في الفتره دي يعني. طيب.